لذلك أيها الإخوة، الحب نفسه يتحدث عن حب قبل الزواج لا بأس. طبعا بعض الناس المتزمتين جدا الذين يقفون مع الحروف خاصة المشايخ لا يفهم الكلام هذا، يقول لا 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 أنت منحل إذن تتحدث عن حب قبل الزواج، لماذا؟ هذا موجود، هذا الشيء لا تستطيع لا أن تؤكده ولا أن تنفيه لأنه شيء واقعي، مثلما أن هناك بعض الناس يعطشون وبعضهم يجوعون وبعض، هذه حقائق وقائع، وأنت لا تستطيع أن تهندس مشاعر الناس أن يحب وألا يحب. الإنسان بنظرة قد يرى أحدا من الناس فيرتاح إليه من الجنس الآخر، أو حتى إيه كصديق من نفس جنسي، شيء طبيعي، هذا لا تستطيع أن تتحكم في هذا، أن تهندس له بالشرع، بس بالشرع ممنوع عليك أن تحب، هذا كلام فارغ. ولم يفعلها الرسول مرة، بالعكس وفعل عكسها تماما وأكد عكسها تماما. نحن نؤكد العكس لا أدري. قبل أيام استمعت إلى وعظ شهير رحمة الله عليه، يعني أطلق العنان لأعلى الصيحات والصرخات مستنكرا على كاتب كتب كتابا في علم الجنس، ويردد الكلمة يعني باستنكار. يتحدث عن ماذا هو؟ يتحدث عن الجنس، يتحدث عن الزنا يعني؟ عن الشذوذ الجنسي؟ يتحدث عن جانب إلهي من حياتنا يا إخوان، عن جانب رباني. للأسف نحن حتى الكلمة هذا أنا أقولها والبعض ربما إيه يشمئز منها، جنس، يقول هذا شيء حقير، لماذا؟ ألم تقرأوا قوله تعالى ومن آياته، انتبهوا الآن، طبعا قرأناها تقولون مولانا وسمعناها وفسرناها 100,000 مرة، نعم، لكن لم نفهمها جيدا. ما معنى من آياته؟ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة، ما معنى من آياته؟ مما يدل عليه، مما يقرب إليه. أنت لا تستطيع أن تقترب من ذات الله، يستحيل، لكن أنت تقترب من الله بأسمائه، بإدراك مجالي وفواعل أسمائه وصفاته نعمته وكرمه وعطائه في هذا الوجود ولهذا الوجود. الله يقول مما يدل عليه ويقرب إليه إدراكك لهذا الجانب العجيب. نعم، إذن هذا جانب إلهي، هذا الجانب أيها الإخوة في حياتنا جانب إلهي مقدس. إذن آن الأوان إلى تقديس أو تأنيس أو تديين الجنس في حياتنا للأسف، ونزع الصفة الحيوانية عنه التي هي الصفة السائدة للأسف في تصوراتنا، نتعاطى معه على أنه شيء حيواني. طبعا كما قلنا هذه مغامرة محسومة النتائج، نتيجتها ضد صالح الإنسان، ليست في مصلحة الإنسان، هذه سبنا سب بها أنفسنا. بالعكس، هذا فينا ليس جانبا حيوانيا، بالعكس هو جانب رباني. لذلك كان النبي عليه السلام، انتبهوا، كان النبي يتعاطى مع هذا الشيء ويعلمنا أن نتعاطى معه مبتدئين بسم الله، كما نبدأ الصلاة بالتكبير ثم إيه بالاستعاذة والبسملة، نبدأ هذه العملية بسم الله تبارك وتعالى، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان. عجيب، بسم الله، أنت محظور عليك أن تمارس التخلية، إخراج الفضلات بسم الله ممنوع، ممنوع، فعلا هذا الشيء يعني منحط، شيء منحط. لكن أما هذا الجانب بالذات فأنت تشرع فيه بسم الله، تقول بسم الله، عجيب. هذا الجانب عبادة، النبي قال إنه عبادة، عبادة؟ قال نعم في الحديث الصحيح، وفي بضع أحدكم صدقة، قال في الجماع الصدقة، الصدقة من العبادات. الصحابة استغربوا طبعا بالعقلية العربية القديمة التي فعلا خفضت المرأة إلى حد بعيد إلى مجرد شيء، وعندهم أمثال وأشعار قبيحة جدا جدا جدا، أكثر أدبيات لا أستطيع أن أذكرها على منبر جمعة، مستحيل، ولا حتى إيه غير جمعة، أكثر أدبياتنا التي تتحدث عن هذه العلاقة الجسمانية بين إيه الشريكين بين الزوجين هي أدبيات منحطة تماما في كتب ابن قتيبة وابن عبد البر والراغب والإبشيهي والأصفهاني، منحطة كثيرا إلى حد بعيد للأسف الشديد، وتختزل المرأة فعلا إلى أداء، إلى أداء للمتعة، وتعكس تصورا يسقط على المرأة من الرجل وهو ظالم، يدخل المرأة ويفتري على حقيقتها وحقيقة مشاعرها وتوجهاتها بأنها تنظر إلى نفسها على أنها برضو مجرد أداة لا ترتوي ولا تشبع. ما هذا؟ هذا باطل في باطل، هذا شوه حياتنا، شوه مفاهيمنا، شوه نظرتنا إلى أنفسنا رجالا ونساء، إلى أنفسنا كإنسان أيها الإخوة، كبني آدم للأسف الشديد. النبي يقول لا، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا أحله شهوته يعني ويكون له أجر؟ والله هذا شيء غريب، قالوا هذا غير معهود، طبعا غير معهود، وحقيقة قبل الإسلام هذا غير معهود بطريقة أو بأخرى، غير معهود. لماذا؟ لأنه قبل الإسلام
على الأقل من أيام أفلاطون، واستمر الوضع أيها الإخوة وأعاد بعث هذه الخرافة العلمية لرينيه ديكارت، واستمرت على الأقل إلها يعني لها ظلال وتأثيرات وفواعل إلى اليوم، طبعا أخف بكثير من الأول لكن موجودة أيضا بشكل أو بآخر. إنها تجزئة الإنسان إلى جزئين، إلى عالمين، عالم الروح وعالم البدن. فطبعا هذه الغرائز تنتمي إلى عالم البدن، فهم العالم الظلماني التحتاني المحقور، عالم الظلمة، عالم الطين، والأشياء الأخرى تنتمي إلى عالم إيه؟ راقي الرفيع. في الحقيقة الإنسان لا يمكن فصله، ولا تستطيع أن تسميه إنسانا إذا فصلته هذا الفصل. وكما قلنا حتى في تناولك لطعامك وشرابك أنت لست بدنا، أنت إنسان، انتبه. وتتناول الطعام بصفتك إنسانا لا بصفتك جسدا فقط، بل بصفتك إنسانا. كتب مرة جان بول سارتر مقالة عجيبة جدا أسماها الجوع هو أكثر بكثير من مجرد جوع. ونحن نقول الشبع والطعام والشراب هو أكثر بكثير من مجرد كونه طعاما وشرابا عند الإنسان. انتبهوا، الجوع أحيانا يمس كرامة الإنسان، الجوع أحيانا هو استعلام بهوية الإنسان الاجتماعية، بفصيله الطبقي، بانتمائه، بموقفه السياسي. الجوع نعم، نفلسف الجوع كما فلسفه سارتر. كذلك الطعام والشراب واللباس أيضا، والمركوبة التي تركبها من سيارة أو من دابة أو من حمار أو من بغل إلى آخره أكرمكم الله كذلك. إذن فكيف يكون الجنس أكثر بكثير من كونه جنسا كما نظن نحن الآن في الاعتقاد السائد؟ لا نستطيع أن نغامر بتقسيم الإنسان إلى هذين العالمين المتقابلين، هذا غير صحيح. الإنسان خلقة الله وحدة واحدة. هناك معنى آخر عجيب جدا أيها الأخوة، طبعا لم نلتفت إليه أيضا من قبل، وهذا عجب. إذا ترك هذا المنشط لحال سبيله وحده من غير تدخل قصري خارجي يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإنجاب. وهنا دور المرأة يكون أكبر من دور الرجل، لذا جاءت الوساطة بها ثلاث مرات في حين جاءت بالرجل مرة واحدة. طبعا لأن التبعات أيها الإخوة والأوهاق والأثقال والوهن أكبر بكثير في حق المرأة منه إيه؟ في حق الرجل. يحدث هنا أمر عجيب جدا جدا، مع كل حمل يتنزل ملكان بسر إلهي مستغلق علوي شريف جليل، إنه نفخ روح إلهية يعني من لدن الله، وليست جزءا من الله استغفر الله العظيم، لكن من لدن الله، من أمر الله، نفخ روح في هذه الرحم أو في هذا الرحم لكي يستحيل هذا اللحم والدم إلى إنسان، ثم أنشأه خلقا آخر. الذي لم يلتفت إليه أن هذا لا يتم في صلب الرجل، إنما يتم في رحم المرأة. فكم هي المرأة مقدسة إذن؟ انتبهوا، ليس متاحا لأي واحد منا كرجل كرجال أيها الإخوة أن يخبر هذه التجربة يوم من الأيام، ولن يخبرها، لن تخبر في يوم من الأيام أن تتلقى روحا من روح الله، لكن المرأة تفعل هذا مع كل حمل. فلما نحتقرها؟ لما لم نلحظ هذه الميزة؟ أدركتم؟ هذا هو الإطار أيضا، إطار التمييز ضد النساء، إطار احتقار المرأة، عدم رؤية حتى مزاياها وخصائصها. هذه خصيصة لا يمتلكها أي ذكر على وجه الأرض، ولن يمتلكها، تمتلكها المرأة. المرأة لا تستطيع أيها الإخوة إلا أن تكون أعظم شاعرة وأعظم روائية وأعظم فنانة، أن تعبر عن هذه اللحظات النادرة المتفردة تماما، والتي تتلقى فيها هذا السر الإلهي. هذا يكون بماذا؟ باسم ماذا؟ وبرسم ماذا؟ باسم الزواج، باسم العلاقة بين الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى. لكن حظ المرأة منه أعظم، حظ المرأة. ولذلك جدير أمر أيها الإخوة يقود إلى استقبال نفحة ونفخة ربانية إلهية روحانية، جدير أن يبدأ باسم الله، إنه أمر على درجة عالية من السمو والقدسية. الله يقول ومن آياته، إذن هذه آية إلهية، هذا يقرب إلى الله. للأسف أسفني وأحزنني أن الغربيين الذين أحالوا الجنس إلى صنم يعبد من دون الله، وبالتالي أيضا استنكروا إنسانيتهم ووحدتهم وتكاملهم، وأخفقوا الجنس. هنا في الغرب يخفق ويغامر بالإخفاق المستمر للأسف، كما قلنا الجنسية المثلية، كل أنواع الشذوذ
كل زنا المحارم، كل الفواحش والعياذ بالله، كل هذا إخفاق، إخفاق حقيقي، ولا زالوا يخفقون. ولكن كثير من فنانيهم، من دعارهم، من مجانهم، من فلاسفتهم، من محللين، من نفسيين، أدركوا الجانب الإلهي للجنس، أدركوا، صدقوني. ونحن أهل الدين وأهل هذه النصوص لم ندرك، ولسنا مستعدين بعد أن ندرك. غريب، لماذا؟ لأننا لا نستمد تصوراتنا ومفاهيمنا فعلا من الإلهي، إنما من الآباء، من الموروث، من الجاهلية. إلى الآن لسنا مستعدين أن نتخلى عن هذه الجاهليات وأن نتفتح بكل سلامة وبكل طيبة صدر أيها الإخوة، وبكل رغبة في التلقي، وإنك لترقى القرآن، بكل رغبة في التلقي، نتفتح أمام وبين يدي المائدة القرآنية، بين يدي الله تبارك وتعالى، لكي نعيد بناء مفاهيمنا، بناء نظرياتنا، بناء منظوراتنا وأطرنا التفكيرية. لسنا مستعدين، ما بعرف، خمود، جمود، بلادة آبائية لا أعرف. طبعا أطر كما قلنا أكثر ربما منها من أي شيء آخر، أطر معينة جمدنا عليها. أقول أدركوا هذا بشكل واضح، أحدهم يكتب على لسان بطله الماجن الداعر أيها الإخوة، الذي يحتفظ بكوليكشن، مجموعة كبيرة من مغامراته مع مجموعة كبيرة من النساء والفتيات، يقول ليس المهم في المجون هو الشهوة إنما الإله. هذا الماجن يفهم هذا، عجيب جدا، لكن هل ينجح ويخفق؟ طبعا هو يخفق وسيخفق، لكن يفهم هذا، فهم البداية ولكن لم تقوده إلى نهاية صحيحة، لأن الطريق كانت خاطئة. البداية صحيحة والطريق خاطئة، فالنهاية مفقودة، الغاية غير موجودة، لم تلح له، لم تلح له. الملاحدة من هؤلاء سيمون دي بوفوار، عشيقة سارتر، خيلته، وهي ملحدة لا تعترف بالله تبارك وتعالى، تكتب في الجنس الثاني بالحرف الواحد، تقول المرأة تجد رسالتها ودعوتها الأسمى في أن تهب نفسها للرجل الذي تبحث فيه عن الله. طب فماذا هي؟ تقول يختلط الإلهي بالبشري، الحب الإلهي يعني بالحب البشري. وهنا هي تتلمح الرد على سيغموند فرويد الذي صحح موقفه بكل أمانة علمية في آخر حياته، سأشير إلى هذا في وقته. تقول يختلط الحب الإلهي بالحب البشري، والذي هو يعني الحب الإلهي ليس مجرد إعلاء للحب البشري. هذه نظرية فرويد. فرويد كان يرى أن الشعور الديني والتوقان الديني عند الإنسان هو مجرد إعلاء للنزوع الجنسي. ترد عليه سيمون دي بوفوار، تقول بل لأنه أي الحب الإلهي هو تحريك لجزء حقيقي فينا نحو المطلق. هو هذا موجود. إذن الإلهي هو الذي يستقطب فينا النزوع الجنسي، هو الذي يستقطبه، وليس النزوع الجنسي هو الذي يفرز الإلهي بآلية الاستعلاء السيكولوجية. تقول هذا غير صحيح. عجيب منها، هذا كلام ممتاز، أنا أبصم عليه بالعشرة. صحيح، ستقولون معنى كلامك هذا يعني أن ممارسة هذا الشيء في الإطار المشروع طريق إلى الله. نعم، القرآن يقول هذا، النبي يقول هذا بشكل واضح، بشكل واضح القرآن يقول هذا، وهذا شيء عجيب يا إخوان، شيء عجيب. لكن هذا الطريق لن تكون مفضية إلا إذا سبقها ماذا؟ خضوع وبخوع لأمر الله، لخبر الله، ولشرع الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا هنا، وإلا لن تصل كما قلنا، ستصح البداية وستغيب النهاية. الله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، لنا تفسير خاص ذكرناه مرة، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. انتبهوا يا إخوان، هذا كلام الله، ليس كلام شاعر يهيم في أودية الخيال ويحلق أيها الإخوة فيما يعن له، أبدا من معان وصور وأخيلة، أبدا، كلام رب العالمين. لو كانت الآية في سياق النهي عن الفحشاء ومقارفة الذنوب لفهمنا مسوغ هذا الربط بين أولها الناهي المثرب وبين آخرها واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، لكن أول آية في ماذا؟ أول آية أيها الإخوة في الحث، لا نقول حتى في الإباحة، إنما في الحث على مواقعة الأهل، على إتيان الأهل بسم الله تبارك وتعالى، نساؤهم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يأمرون بالكيس
كما أمر النبي جابر بن عبد الله ليلة زفافه قال له إنك تأتي أهلك الليلة فعليك بالكيس. الكيس الكيس، بعضهم قال الكيس هو طلب الولد، ليس هذا. ثبت في السنة بالذات أن الكيس في السنة بلسان رسول الله أن الكيس هو حسن التقديم لعملية اللقاء الجثماني، ما يعرف بالفور بلاي، وهذا اسمه تقديم، اسمه تقديم فور بلاي. الله يقول وقدموا لأنفسكم. لذلك النبي في حديث آخر قال من العجز أن يقع الرجل عن أهله ثم ينزع قبل أن تبلغ حاجته، قال هذا عاجز. وعكس العجز ما هو؟ الكيس. أين المفسرون؟ يقول الكيس طلب الولد، ليس طلب الولد. الكيس تعرف كيف تأتي أهلك، كيف تتفنن في هذا الشيء، كيف تعليه وتعلو به من أفق حيواني حيوي ميكانيكي بحت إلى أفق إنساني، يكون لقاء بين كينونتين، بين شخصيتين، وليس بين أي أداتين أو بين شخصية وأداة أبدا. على فكرة طبعا كل لقاء يراد له أن يكون لقاء بين شخصية وبين أداة، ينتهي أن يكون إيه؟ بين أداتين، حتى الشخصية لن تبقى شخصية، ستضيع. وسنقول ما يبرهن هذا. طيب، فالله عز وجل إذن يقول إيه؟ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. لا مسوغ لهذا الربط وهذا التذييل في هذه الآية الكريمة إلا بالتسليم بهذا الافتراض. ما هو؟ أن هذه العملية لها جانبها الإلهي، لها جانبها العبادي، لها جانبها التقديسي. لذلك جعلها الله من آياته كما قلت، مجانهم ودعارهم، طبعا علماؤهم ومحللوهم فهموا هذا بشكل واضح. برتراند راسل أيضا الملحد الذي عاش ومات في الإلحاد يكابر على الله وبراهينه، يكتب بشكل واضح يقول إنني أعلم أنني أقر في أعماق نفسي بأن طلبي لهذا الحب الأنثوي، حب الآخر يعني في شكل إيه؟ الجنس الآخر، إنما هو بديل عن سعي غير المجدي نحو الله. الله أكبر، شيء عجيب أن يفهم هذا هو الرجل، هو عقلية بلا شك، عقلية إنسان ضخم ليس سهلا، فهم هذا، فهم هذا، فهم الإلهي في هذه العلاقة، فهم المقدمة بلاش. الفيلسوف الفرنسي الداعر شارل بودلير صاحب أزهار الشر والذي عاش حياة ماجنة من أولها إلى آخرها يسمي النساء الساقطات في رواياته وفي شعره، ماذا يسميهن؟ الساعيات إلى اللانهاية إلى المطلق. عجيب عبر هذا الشيء. لكن طبعا كل هذا أيها الإخوة كما قلنا أخفق في أن يبرهن على أن هذه سبيل، لماذا؟ للتكامل عبر هذه المنظورات. البداية صحيحة لكن السبيل مفقودة، السبيل خاطئة. لذلك هل وصل بودلير؟ هل عانق المطلق أيها الإخوة؟ يعني هل وصل إلى الله حقا؟ هل ارتاح؟ هل ألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر؟ لم يفعل. وكتب يقول أيضا بالنص والفص، يقول أجدوني باستمرار ملاحقا لتلكم اللذة المسعورة التي وعدت بالارتواء لكنها لم تروي. ما فيش فايدة، تحطمت. ولذلك أيها الإخوة دون جوان